الحقيقه باعتبار انه عندنا ضيفه من امضاء. اكسي شكري ساعه، مرحبا بك انت. يعيشك سندس ومرحبا بالساده المستمعين. بطبيعه الحال احنا يعني البرنامج نتاعنا هو معناها فيه نقاوه وفيه يمتاز بالصفاء وبالنقاء، نحاولوا باش معناها تكون الحصه نتاعنا مميزه حتى ضيوفنا يكونوا مميزين ان شاء الله. مرحبا بك لبنى العبيدي معنا اليوم. عايشك، ميرسي، مرحبا بكم، مرحبا بيا بحذاكم. مرحبا بك في قامات ومقامات اليوم، انت معنا باش تاثث وتزوق البرنامج بصوتك. ايش جي الفريق التقني الراعي الرسمي للابداع والامتاع كالعاده، احمد المخلوفي في الاخراج التقني ومحمد سيف الدين بولعريس في الديجيتال. اليوم سهره الحقيقه مميزه اليوم مع ربة الجمال والحنينة، اكيد نحن في محرابها الليله مع بليغ. طبعا طبعا، مسلسل بليغ، صحيح. دونك مواصلين الليله في سهرتنا الحديث على القامه الموسيقيه، الموسيقار بليغ حمدي. الحقيقه قد ما نحكيو عليه وقد ما نوصفوا تفاصيل الموسيقى نتاعو، الحقيقه ما نوفيوش حقه هكا ولا سي نوردي؟ طبعا، يعني قلت له انا وشكري ساعات في الكواليس قلت له راهو بليغ حمدي شبيه بمسيح الحضاره العربيه. قوية رأي الكلمة. خد شوف بليغ حمدي معناتها ما صلبوه الناس كل تقريبا ساهمت في صلبي. وبعد معناتها بداوا ويرجعوا له معناتها وقت اللي هو كان حي، معناتها فهمتني الناس كل كانت مش عاجبها وتقدح فيه وكل شيء. بعد معناتها بدات نلعب الناس كل رجعت والصحافه ولا تمدح في بليغ حمدي والموسيقيين ولا عرفوا قيمه بليغ حمدي، فهمت؟ نقولوا ديما الحاجه باهيه الناس اللي تدخل للتاريخ راهو ماهوش بالسهل، معناتها ديما تتعرض للمعاناه وكل شيء، لكن بعد الناس تتفطن الى عبقريه هؤلاء الاشخاص، فهمتني؟ صحيح. ما تعرف هذا اليوم مع بليغ حمدي وميادة الحناوي، فهمتني؟ باش نشوفوا بروسيدير اخرى. ولكن هو صند زاد بليغ حمدي من لولو عبقري. صحيح. ونور الدين من لولو عبقري. صحيح لقى ممكن معناها بعض التعطيلات كأي فنان من لول معناها في مسيرته، أولا ساعة لأنه هو تناول لون آخر ومعناها موسيقى أخرى، اللي هي موسيقى بطبيعة الحال كما تحدثنا وسبق وذكرنا أنه تناول موسيقى الشعب والموسيقى الشعبية اللي هي وراه من أثرى الموسيقات في العالم، الموسيقى الشعبية ومن أقدم الموسيقات، يعني وقت اللي نقولوا الموسيقى في العهود القديمة، يعني فما موسيقى الآن مازالت تدور حي عمرها 200 سنة و300 سنة و400 سنة، يعني معناها تتسمى موسيقى يعني عندها نفس طويل. الأغاني رغم اللي يعني التحويرات اللي عبر التاريخ صارت مثلا في الموسيقى، موسيقى شمال افريقيا نلقاو الموسيقى البربريه، نلقاو الموسيقى الرومانيه، فهمت؟ دونك الموسيقى الشعبيه هي موسيقى ضاربه في عمق التاريخ، وذاك علاش بليغ حمدي مس شرائح المجتمع الكل، مس يعني الناس البسطاء ومس الناس يعني اللي كيفاش يقولوا بالمصري البرجوازيه، الطبقه البرجوازيه. دونك بليغ حمدي هو عبقري من الاول، ولكن نظرا بصراحه للموسيقى اللي تحولت، فما تحول يبدو انه التحول الموسيقي اللي صار في الموسيقى العربيه سندس انه بعد تحادت على المسار الصحيح. لانه شوف علاش نقول انا الكلام هذا، نقول لانه البوادر ظاهره انه الموسيقى الان يعني وقت اللي نجيو نسمعوها من التسعينات معناها توا تقريبا 40 سنه ما فماش موسيقى من الجو نتاع الاقطاب هذوما، وخاصه المتجدد وبليغ حمدي. صحيح. دونك مشات الموسيقى وبليغ حمدي يبقى العالم نتاعو يرفرف الى معناها كما قلت قبل انا ممكن 200 300 400 500 سنه القدام. الله يرحمه. الله يرحمه. وتبقى الحان وعايشه. صحيح. انا اليوم والله وين نحضر الحلقه اليوم جات في بالي ايماج اللي هي الشفق القطبي هذاك كيما راهو في الكندا اللي فيها الوان هذاك. بليغ حمدي حاسيلو روحه كيما الشفق القطبي. اكل مزيان كل مره يعطيك لون ما ياخذش شكل واحد، كل مره يبهرك، يعني مسافر في السماء بكل حريه بكل طلاقه.
حاجة وحيدة اللي هي يعني نحن نقول تذكرة السفر متاعه هي الموسيقى. سهرتنا متواصلة إلى حدود الساعة 10 مساء لنرسم همزة توصل بين الحلقات السابقة كي نرجع من صوب الأغاني إلى زمن ضاع في الزمن على حدود الأمس كحلم عاش به كان في البال ولم يكن.